السلام عليك، كيف الحال يا شباب؟ معكم محمد والعنيد، معنا اليوم فيديو من سنو رانر. عندنا مهمة بسيطة نوصل فيها الباص الصغير هذا الواضح في الصورة، نوصله لمكان معين طالب لنا طبعا في المهمة هذه. طبعا هالمهمة هاي في خريطة ريفت روسية، ومكان المهمة في هالمكان. نشوف المهمة شو مطلوب منه. خلنا نقبل المهمة. ستارت تراكنج. طبعا في البداية طالب منك انك تصلح الباص هذا، تصلحه 100%، تعبي بترول، وبعدين اتوقع انك توصل للمكان معين. الحين بنحاول ان نصلح الباص. اوكي، بعد ما صلحنا الباص الحين بنعبي بترول فل. اوكي، انهينا المهمة الاولى وهي التصليح، وان نعبي بترول فل. الحين يقول لك ديليفر تو سيرفيس ستيشن، يقول لك وصل الباص للسيرفيس ستيشن. طبعا هذا مكان السيرفيس ستيشن، هذا مكان الباص، مكان المهمة هذه، منطقة سيرفر ستيشن قريبة من الفيول ستيشن، محطة البترول. اوكي حلو، بننتقل الحين، بنسحب معانا الباص وبنوصله للسيرفر ستيشن. طبعا مهمة بسيطة، كل اللي عليك انك في البداية تعدل الباص وتعبي بترول فل، بعدين تسحبه معاك توصله للسيرفر ستيشن وتنهي المهمة. سيرفر ستيشن في المكان. اوكي، نوصل الباص وننهي المهمة. حلو، 5050 المبلغ و 590 الاكس بي. اكس بي حلو للي يبي يرفع مستواه، تنفع المهمة هذه، مهمة بسيطة وسريعة. انا نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسونا من الاشتراك في القناة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من زر اللايك ونشر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.